في الحقيقة كتير جداً من الأسئلة ترددت خلال الأيام الأخيرة بخصوص منظومة صرف الخبز التموينية. الناس كلها بتسأل وماذا بعد ارتفاع سعر رغيف العيش، وحصة الفرد هتبقى عاملة إزاي على بطاقة التموين. في الحقيقة أن وزارة التموين حسمت هذا الأمر وأكدت ثبات الحصة المقررة لكل مواطن في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من نعماني ناصر مستشار وزير التموين. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يعني احنا عارفين حصة الفرد هي 5 أرغفة، هل ده هيتغير ولا لا؟ زي حضراتكم ما أشرتم بأن أساسا حصة الفرد باقية، ودي تعهد من الدولة اجتماعي تجاه المواطن مستحق الدعم، 5 أرغفة لكل فرد في اليوم الواحد. إذن حصة الفرد 5 أرغفة موجودة. 5 أرغفة في لليوم الواحد. لليوم الواحد. وبالتالي البطاقة اللي عليها 4 يبقى 5 × 4 ب20، البطاقة اللي تزيد عن هذا برضك بنفس عدد الأفراد اللي بيتم الصرف على أساسها. لا مش هتتغير المنظومة لمجرد تحريك السعر من 5 قروش، واحنا قلنا دي قيمة معدومة لا تقابلها أساس عقلة يمكن الشراء بها، ودي كان سبب من إهدارات كتيرة جدا في تناول الخبز المدعم. إلى 20 قرش، طبعا 20 قرش بالقياس بتمثل 16% يتحملها المستهلك و84% من القيمة تتحملها الدولة، وما زالت الدولة بتتعهد قصاد المواطن ضمان اجتماعي بأن توفر المكون النشوي لكل مواطن بقيمة أقل من القيمة المقابلة سواء في المكرونة أو الرز أو المكونات النشوية الأخرى زي البطاطس أو غيرها زي ما أشرنا. طب إزاي بيتم انتظام عمليات صرف الخبز في أكتر من 30,000 مخبز؟ يعني بنعمل إيه علشان نتابع جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن؟ أول حاجة هيئة السلعة يا فندم. ألو؟ أنا سامع حضرتك يا أستاذ، اتفضل. الدولة أساساً حريصة جداً على خط الإمداد سواء من الداخل لتسويق القمح المحلي، وكل سنة وأنت طيب، إحنا في موسم تسويق القمح المحلي الآن. حريصين على أنه ندي سعر معادل للفلاح، تشجعوا على الزراعة وأيضا على المحصولية وتوريدات جزء من الإنتاج. يعني إحنا بننتج ما بين 9 مليون ونص من القمح. استهلاكاتي سواء قطاع خاص أو عام، تمويني أو غير تمويني، حوالي 20 مليون. الباقي بيتم استيراده عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي هيئة تدخلية، هيئة مختصة أساسا بتضارب أرصدة البلاد، والقطاع الخاص بيجيب الشريحة الحرة مع التزام الدولة أحيانا بأنه يتدخل في السوق الحر بدعم في الأوزان والمواصفات، وأيضا بتوفير كميات من خلال البورصة السلعية بحيث تخفض قيمة الأسعار حتى على من لا يتمتع بقيمة الدعم. الدولة في الفترة الأخيرة زادت النفقات العامة على الإيرادات العامة، وبالتالي الفجوه دي بتزيد، وبالتالي يوجد عجز اساسا في الموازنه العامه للدوله، من ادى الى ان ننظر وندرس هذا الموضوع من زمان، عدم تحريك سعر الرغيف من حوالي اكثر من 30 سنه، واصبحت القيمه 5 قروش معدومه، وبالتالي التحريك بحيث 20 قرش للرغيف الواحد، ده معناها جزء من المساهمة المواطن في الخزانة العامة للدولة أو النفقات العامة للدولة اللي بتعود عليه. العالم كله متغير، في وضع تغير، بمعنى الأسعار العالمية زادت، الدولار قصاد الجنيه المصري تم تعويمه، الجنيه المواطن في جميع السلع سواء قمح أو سكر أو ما لذلك، المزارع اساسا بتزيد قيمه التكاليف عليه، وبالتالي بنرفع من الاسعار، ودي مدخلات او ارقام بتتحسب ضمن التكلفه العامه. فلازم الناس تؤمن بان هناك تغير في السعر بصفه مستمره،
حتى المرتبات بتزيد في هذا الموضوع. فانا نجد ان المواطن لازم يتواكب مع الاحداث العالميه والداخليه، وبالتالي درجه المساهمه لما تزيد من 5 قروش الى 20 قرش معناها انه اساسا انا حريص على المواطن بصفه عامه كوزاره التموين على توفير المكون النشوي، وفي نفس الوقت الا يتحمل باكثر من القيمه المحدده الاقتصاديه والمدعمه من خلال البحث الاجتماعي لوزاره التضامن. صحيح، بشكرك يا دكتور استاذ نعماني نصر مستشار وزير التموين، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الافاده.